اتزوجت فاطمة. نعم، ايه اتزوجتها، وقبل لا متى بداك؟ قبل لا اجي، وقبل لا ادري انها كانت متفقة مع ابوي وجابر ذا التبن. في حد درى بالموضوع؟ ما حد يدري الا انت، زوجتي ما تدري. انتبه. ايش بتسوي طيب؟ ما ادري. انت تدري لو درت ايش بيصير صح؟ صعيبة. ايش بتسوي طيب؟ ما ادري، انا جاي ما قاعد ادور حل، قاعد عشان كذا جاي عندك. والله الحل انه ما حد يدري، لان لو درت تدري ايش بيصير؟ مصيبة بتصير. لا مو مصيبة، الحرب العالمية الثالثة بتصير، انت مستوعب؟ ايش بتسوي الحين؟ وش الحل؟ ما ادري، ولا بيطلقها، قلبي ما يطاوعني. رغم اني انا يوم دريت ان هي متفقه مع ابوي حسيت نفسي دلخ، مضحوك علي. والله اسمع، انت لا مضحوك عليك ولا شيء، اوكي؟ لانك متزوج ثنتين. ما ادري شلون اصلا، شلون طرب بالك الموضوع تزوج ثنتين؟ متى مداك؟ وكيف جت الفكره في مخك اصلا؟ ما ادري، ما ادري شلون.